بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلاب الصف السادس يعطيكم العافية جميعا. درسنا اليوم عن الدعوة الإسلامية. أولا نعرف كيف نشأت الدولة الإسلامية أو ما هي مراحل الدعوة الإسلامية. المرحلة الأولى وهي الجاهلية، ثانيا نزول الوحي والهجرة للمدينة. الجاهلية وصف لحالة العرب قبل الإسلام وربطها بالجهل، هو من الناحية الدينية. إذا وصف لحالة العرب قبل الإسلام أنها كانت مربوطة بالجهل، لذلك سميت بالجاهلية، أن العرب قبل الإسلام كانوا إيش؟ بالجهل، وكان لديهم بعض العادات السيئة وبعض من الصفات الحميدة. إذا كان لدى العرب قبل الإسلام بعض من العادات السيئة وبعض من الصفات الحميدة. من العادات السيئة كعبادة الأصنام ووأد البنات. إذا من العادات السيئة كعبادة الأصنام ووأد البنات وشرب الخمر. وكان لهم بعض من الصفات الحميدة منها كالكرم والشجاعة والإيثار. إذا الصفات الحميدة كالكرم والشجاعة والإيثار. ثانيا نزول الوحي. نزول الوحي مرحلة الدعوة بمكة، بدأت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام، إلى أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، هي نزول الوحي. الهجرة للمدينة، قيام الدولة في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليها. إذن الهجرة للمدينة عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة قامت الدولة الإسلامية. إذن قامت الدولة الإسلامية. كانت حياة العرب تتصف بالطابع القبلي اللي هي قبائل، وكان يمكن للحروب أن تنشب بين القبائل لمختلف الأسباب. كان يعني ممكن أن يصير في حروب بين هذه القبائل. أما في عندهم أما المرأة كانت محرومة من الميراث الذي هو حق شرعي لها، وكانوا أحيانا يرغمونها على الزواج. إذا كانت المرأة قبل الإسلام في الجاهلية محرومة من الميراث الذي هو حقها الشرعي، وكانوا أحيانا يجبروها على أنها تتزوج. حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أولا ولادته، أين ولد الرسول؟ ولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكة يتيما في 12 من ربيع الأول في عام الفيل، حيث توفى والده عبد الله بن عبد المطلب قبل ولادته. أما رضاعته، أرضعته السيدة حليمة السعدية. نشأته، نشأ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، حيث توفيت والدته آمنة بنت وهب لما بلغ سن السادسة. كفالته، كفله جده عبد المطلب لمدة سنتين، ومن بعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب. أما عمله، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام والتجارة. هذه حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث ولادته ورضاعته ونشأته وكفالته وعمله. مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مجيء الإسلام. إذا قبل الإسلام شارك الرسول صلى الله عليه وسلم أهل قريش في بناء الكعبة نتيجة لتصدع جدرانها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة مع أهل قريش. خلينا نشوف هذا النص الذي بين أيدينا. كان للرسول صلى الله عليه وسلم مكانة متميزة عند قريش قبل البعثة، وخير دليل على ذلك مشاركته في بناء الكعبة، أن الرسول شارك في بناء الكعبة وكان ينقل الحجارة. فعندما أرادت قبائل مكة إعادة بناء الكعبة، أنه رجعت بدها تبني الكعبة، اجتمعت لهذا الأمر. وعندما وصلت إلى الحجر الأسود اختلف القبائل فيما بينها حول شرف وضعه في مكانه، أنه وين بده يحطوه بالضبط هذا الحجر الأسود، وكاد القتال ينشب بينهم، إلى أنهم اتفقوا أن يقضي بينهم أول من يدخل من هذا الباب. فكان أول من دخل من هذا الباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول من دخل. فلما رأوه قالوا هذا الصادق الأمين رضيناه. فأخذ صلى الله عليه وسلم عباءة وأمر كل قبيلة أن تأخذ بناحية من العباءة، ورفعوها جميعا حتى بلغوا به موضعه، فوضعه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده. هاي مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجارة. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة مع عمه أبو طالب. إذا كان يشتغل بالتجارة مع عمه أبو طالب، وسافر لذلك إلى بلاد الشام. وكان أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يتاجر بالأسواق. من أمثلة على الأسواق سوق المجنة وسوق عقاب. إذا سوق المجنة وسوق عقاب.
ونظرا لما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معروف بالصفات الحسنة من الصدق والأمانة وكرم الأخلاق، طلبت إليه سيدة خديجة الخروج في تجارتها إلى الشام، فوافق الرسول على ذلك حيث حقق لها مكاسب تجارية كبيرة. خامسا، نزول الوحي. نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في 40 من عمره. إذا عندما نزل الوحي على سيدنا محمد كان عمره في 40، عندما كان يتعبد في غار حراء، حيث جاءه جبريل عليه السلام فقال له جبريل اقرأ، فقال الرسول ما أنا بقارئ، ورددها عليه ثلاثا، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعاد بعدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة يرتجف، فحاولت تهدئته. استمر نزول الوحي 23 عاما، على سيدنا محمد، 13 عاما منها في مكة المكرمة، إذن 13 سنة في مكة المكرمة، وعشرة أعوام منها في المدينة المنورة، إذن وعشرة سنين في المدينة المنورة، إذن 13 سنة في مكة وعشرة سنة في المدينة المنورة، وعشر سنين في المدينة المنورة. مراحل الدعوة الإسلامية. بعد نزول الوحي على سيدنا محمد بدأت بالدعوة للإسلام، بلشت هون دعوة إلى الإسلام، فكانت على مرحلتين، مراحل الدعوة الإسلامية داخل مكة المكرمة وخارج مكة المكرمة، إذن داخل مكة المكرمة وخارج مكة المكرمة. سابعا، الهجرة إلى الحبشة، كيف هاجروا إلى الحبشة. بدأت الدعوة للإسلام بين المقربين من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن كانت الدعوة للإسلام بين المقربين للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق، إذن أول من آمن معه من الرجال أبو بكر الصديق وهو صديق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن النساء زوجته خديجة بنت خويلد، إذن من النساء ومن الفتيان علي بن أبي طالب، بعد ذلك توجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى قريش وزعمائها، إذن بالبداية كانت بين المقربين، بلشت الدعوة إلى قريش وزعمائها، فما كان منهم إلا أن قاوموا الدعوة، يعني إنهم هم ما بدهم الدعوة هذه، فرفضوا هذه الدعوة. لماذا؟ علل أن زعماء قريش قاوموا هذه الدعوة، رفضوها خوفا على مكانتهم ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي، إنه عشان يكون لهم مكانتهم الخاصة فيهم. فلجأ المسلمون للهجرة، قرروا أنهم يهاجروا، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم الحبشة لأن فيها ملكا مسيحيا يدعى النجاشي وهو ملك الحبشة، وأن هذا الملك عادلا لا يظلم عنده أحد، وكان ذلك في السنة الخامسة للبعثة. إذن عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الحبشة في السنة الخامسة للبعثة، هاجروا عند ملك الحبشة وهو النجاشي، أنه هذا الملك ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وهذه أول هجرة في الإسلام، إذن أول هجرة في الإسلام هي الهجرة إلى الحبشة. ورغم أن زعماء المشركين حاولوا إقناع النجاشي بأن يعيد المسلمين، إذا زعماء قريش حاولوا أنهم يقنعوا الملك الحبشة النجاشي أنهم يعيدوا المسلمين، إلى أن لهم فشلوا في ذلك بسبب رفض النجاشي إعادة المسلمين، خلينا نقرأ هذا الحوار الذي دار بين جعفر بن أبي طالب والنجاشي ملك الحبشة. النجاشي عندما هاجروا إلى الحبشة المسلمين، النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا به في ديني؟ جعفر بن أبي طالب: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسول منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وخرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.
قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقوا فلا والله لا أسلمكم إليهم. هذا الحوار الذي دار بين جعفر بن أبي طالب والنجاشي ملك الحبشة. خلينا يا ثامن نحل أسئلة يا سادس نحل أسئلة الدرس. السؤال الأول: لماذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعتزل قومه؟ كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعتزل قومه للتأمل والتفكر فيما حوله. السؤال الثاني: ما أول ما نزل من القرآن الكريم؟ أول ما نزل من القرآن الكريم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. السؤال الثالث: وضح موقف قريش من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بدأت الدعوة العلنية قاوم زعماء قريش الإسلام وزاد عدائهم للرسول صلى الله عليه وسلم خوفا على مكانتهم ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي. السؤال الرابع: ما أهمية الكعبة عند أهل مكة؟ كان الكعبة مكانة دينية منذ القدم، حيث كان يقصدها العرب من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية في موسم الحج، وشارك الرسول صلى الله عليه وسلم في بنائها قبل البعثة. السؤال الخامس: أكمل الفراغ في الجمل الآتية. كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي 40 عاما. أول هجرة هاجرها المسلمون كانت إلى الحبشة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين. السؤال السادس: ما دلالة موقف النجاشي من المسلمين؟ يدل على أنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد. اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.